السلام عليكم شباب. هل 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 اليوم في خبرين ول يكون ثلاث اخبار. هات ناولنا هالخبرين، خلينا نستمتع. واحد مفرح وواحد سيء. يرحم امواتك، بلش بالخبر المحزن مشان نخلص منه وتجينا بخبر المفرح مشان ترتاح نفسيتنا، ما بدنا نظل محزنانين وتعبانين. على السريع هات الاخبار لانه طوشت معدتي. هو الخبر المفرح مفرح للعالم اجمع، لسكان العالم اجمع، يعني لأمة الله كلها مفرح، لسكان العالم اجمع بدون استثناء. نستجير بالله، نستجير بالله، الله يسترنا. للعالم اجمع هيك دفعة واحدة، معناته خبر ضخم عملاق. تحفنا يا ابو التحف، يا ابو الحسنوات انت. ومحزن بالنسبة لي شخصيا. الى هيك حزنت العالم كله، مو بس حزنك لحالك، انت حزنت العالم كله يا ابن الحلال. لك انت حزنك من الفلافل والكولا ولبن العيران ما خلصت منه، شلون بدك تتحمل حزن لحالك هيك وازن؟ الخبر هو انه حسنة. هيك انت عيني، حسنة شو مسوية؟ خير اللهم اجعله خير. المرة ذيك فلافل وغيرها كولا، ومرة لابوها بوز ودراق، هالمرة ان شاء الله ما تكون لحسة حد. وقد شافت الفيديو اللي انا كنت عم اهدد فيه وائل وابو حسنة. مو محرزة يا فاضل، والله مو محرزة، يعني تتهددهم مشان قرص فلافل؟ مو محرز، عيب منك يعني، مو حلوة يعني. انت اكبر من هيك يا ابو فاضل، مشان قرص فلافل؟ انه اذا ابو حسنة بيعطى حسنة لوائل انا راح فجر الكرة الأرضية وراح فجر الكوكب وأحرق الأرض كلها ويعني يا ساتر الكوكب مرة واحدة. فحسنة شافت هذا الفيديو وغطى على قلبها وغمت، وهلق هي حاليا بالعناية المشددة. روحت المخلوقة مشان قرص فلافل؟ ولك ما تخاف والله يا أبو فاضل، روحت البنت عشان قرص فلافل؟ لك سامحها حبيبي يا اخي، سامحها يا اخي، كله قرص فلافل. في فقست الخطبة، يعني بسبب حالة حسنة الصحية الخطبة فقست، فالخطبة فقست، فأنا هذا الشيء فرحان، إنه فرحان إنه الخطبة فقست. اي والله الحمد لله إنه فقست الخطبة، الحمد لله. الكوكب كان بخطر، احمدوا ربكم يا جماعة وادعوهم، ادعم الحمد لله انه الخطبة فقست، وهذا الحيوان الثاني ما راح يتجوزها لانه الكوكب كان بألف ألف خطر. يا ساتر، هذا زلمة ما عنده مزح، ابو فاضل ما عنده كلامه طابه، شكلين ما بيحكي. وبنفس الوقت زعلان لانه حسنة حاليا بالعناية المشددة، يعني زعلان على وضع حسنة. لشوف اجباري بدها تكون بالعناية المشددة، بدها تكون بخطر، صار لها تسمم من الفلافل، قد ما حكيت بيه انت سبحان الله بنفسك سويت لها أزمة نفسية من ورا فلافلك. ففرحان إنه الخطبة فقست وزعلان إنه الوضع وزعلان على وضع حسنة. هلا شوف إجباري بدها تكون بالعناية المشددة، بدها تكون بخطر، صار لها تسمم من الفلافل، قد ما حكيت بيه أنت سبحان الله بنفسك سويت لها أزمة نفسية من ورا فلافلك. والخبر المفرح للعالم إنه الخطبة فقست، فما رح يصير شيء حاليا بالكوكب، يعني الوضع مثل ما هو رح يضل. اي والله الحمد لله انه الحمد لله انه الخطبه ما تمت، لانه وضعنا كان سيء جدا، يعني ما عدنا حتى، ما الكواكب كلها ما تستقبلنا. يعني امبارح انا حاولت ادور اجار بكوكب عطارد بكوكب زحل ما لقيت، مشان هيك حسبت، كنت حاسب حسابي يعني اول ما شفت مقطعك اللي عم تهدد بيه ابو حسنه فورا اتصلت خارجيا وقلت بدي اشوف لي شيء بيت للاجار بالمريخ عطارد بزحل، المهم الاقي مكان. بس الحمد لله هيك ريحتني، الله يريحك. فما بعرف هلقتين حاليا ما راح يصير شيء، بس اذا حسنة تحسنت وابو حسنة لساته معند انه يعطيها لوائل ابن عمها. ايوه هيك ما استفدنا شيء، هيك التهديد قائم، يعني اكمل انا اتصالاتي ادبر حالي اجار. طمنا الله يوفقك، شوف لي اذا مشان ادبر حالي ولا اقي لي اجار بشي كوكب، يرحم اهلك اتصل فيني بعث لي مسكول اي شيء، بس خبرني اذا عرض هذا للتهديد تبعك قائم لساته مشان ادبر حالي. الله يوفقك، مو بس سهل النقل تعرف انت متعب.
فهذا الشيء حقيقة يعني عم يعمل لي تفكير زائد يعني بهالشيء، ما بعرف يعني ماني مرتاح لهالشيء، فما بعرف. يرحم اهلك، ما يصير ما تعرف، بدك تلاقي حل. هيك انا ما يمشي حالنا، يا اعطينا الخبر صافي، في راح تسوي كارثة ولا ما راح تسوي، اذا ما راح تسوي كارثة عشان نستريح نثبت بوضعنا، بس اذا بدك تسوي كارثة مشان تدبر حالنا يا اخي نتصل بهالكواكب نشوف حد يدبرنا. الوضع لهلقتين طبيعي، بس اذا حسنة بتقوم من المستشفى وابو حسنة بيعطيها ل وائل، هذا الشيء انا خايف منه. يا اخي انت لا تخاف، احنا اللي بدنا نخاف يا اخي. ان شاء الله تقوم وان شاء الله ما يجوز الوائل، الله يوفقك، ما احنا ناقصين، المصيب ما بيوت الاجار يا اخي، الكواكب الثانيه مسكرين باب الاجارات ابدا، ما بدنا نتعب حالنا، الله يوفقك، حاول تحلها سلميه. ما بعرف.